الميادين، السلام عليكم وإلى العناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل والد منفذ عملية سلفيت وشقيقه وتواصل البحث عنه، وفصائل المقاومة في غزة تشيد بالعملية. وول ستريت جورنال تتحدث عن خطة أمريكية لإبقاء 1000 جندي في سوريا ودافورد ينفي. رؤساء أركان جيوش سوريا والعراق وإيران يبحثون في دمشق مكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي. الحكومة النيوزيلندية تتفق على قرارات مبدئية بشأن إصلاح قوانين الأسلحة بعد الهجوم على المسجدين. أهلا بكم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والد وشقيق منفذ العملية التي وقعت أمس قرب مستوطنة أرئيلة. القوات كانت اقتحمت بلدة الزاوية في محافظة سلفيت ودهمت منزل منفذ عملية سلفيت عمر أمين يوسف أبو ليلى. تقرير نسرين سلمي. عمليات اقتحام وتفتيش من منزل إلى منزل شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرى محافظة سلفيت بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار التي أدت إلى مقتل جنديين ومستوطن قرب مستوطنة أرائيل المقامة على أراضي سلفيت. حالة من الإرباك والتخبط سادت عمليات البحث والتفتيش سببتها جرأة العملية. ما يحدث اليوم هو رد على عربدة المستوطنين الإسرائيليين وانتهاكاتهم لحقوق المواطن الفلسطيني. هذا الأمر أنا بعتقد أنه لن يتوقف عند هذه العملية. الوضع مشحون وقابل للانفجار، والانفجار سيكون عنيف وأكثر متوقع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي. قوات الاحتلال أغلقت كل المداخل المؤدية إلى سلفيت وقراها، فيما أعلنت حال الاستنفار في كل المستوطنات المحيطة. حركة فتح حملت سلطات الاحتلال المسؤولية عن مثل هذه العمليات. كل العمليات التي تحدث هي تأتي نتاج رد فعل فلسطيني طبيعي على كل جرائم الاحتلال في الضفة الغربية. تبدأ بتقطيع أوصال الضفة الغربية، وضع الحواجز اليومية، تعكير حياة الناس اليومي. الفصائل الفلسطينية المختلفة باركت العملية واعتبرتها بوصلة للفلسطينيين، لأن المقاومة هي الطريق الوحيد أمامهم في ظل التجاهل الدولي والإسرائيلي لحقوقهم. هو يدلل بأن هذا هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الوطنية والديمقراطية والاجتماعية المحلية والعربية والدولية التي واجهها الشعب الفلسطيني. وكان المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر انعقد بشكل طارئ لبحث الرد على العملية، وهدد مسؤولون إسرائيليون برد قاس بذريعة حماية المستوطنات. تدرك الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أن اعتداءاتها على الفلسطينيين ومقدساتهم وتجاهلها لحقوقهم لن يزيد الفلسطينيين إلا إصراراً على المقاومة والنضال. نسر سلمي من المدخل الشمالي لمدينة البيرة، الميادين. وتبقى معنا نسرين سلمي من رام الله. أهلا بك يا نسرين. آخر المعلومات فيما خص عملية سلفيت، وما صحة أيضا الحديث عن اعتقال أيضا لوالدة منفذ العملية؟ صباح الخير. طبعا حسب المعلومات الواردة من قرية الزاوية تحديدا، بأن قوات الاحتلال فعلا قامت باعتقال والد ووالدة وشقيق الشاب عمر أبو ليلى، الذين تتهمهم قوات الاحتلال أو تتهم ابنهم عمر ابن 19 عاما بتنفيذ عملية سلفيت. طبعا هذه اتهامات الاحتلال، لكن لا شيء يشير إلى أن فعلا الشاب عمر أبو ليلى هو من نفذ العملية باستثناء اتهامات الاحتلال وبعض الصور التي قامت نشرها من مكان العملية. طبعا عملية الاعتقال هذه دائما ما تكون وسيلة للضغط على منفذي العمليات والمقاومين الفلسطينيين، يعتقلون عائلاتهم تحديدا الأم والأشقاء الأصغر سنا، شقيقه لا يبلغ من العمر أكثر من 16 عاما، يتم اعتقالهم من أجل الضغط على المقاومين من أجل تسليم أنفسهم. قوات الاحتلال منذ الأمس وهي تشن عمليات بحث وتفتيش من منزل إلى منزل في عدة قرى في محافظة سلفيت، برقين، الزاوية، أكثر من منطقة قامت بتفتيشها والبحث فيها من أجل إيجاد المنفذ الذي قالت أنه أصيب بكتفه وبرصاصة من أحد جنود الاحتلال، لكنها حتى هذه اللحظة لم تتمكن ولم تتوفق باعتقاله. وهناك حالة من الإرباك والتخبط في المعلومات التي لديها، أحيانا تقول أن المنفذ واحد ثم قالت أنهم اثنين، ف
كما عادت تقول أنهم مجموعة منظمة ومدربة وقامت بالتخطيط لمثل هذه العملية، وبالتالي هناك حالة من الإرباك والتخبط وعدم الوضوح لديها حول منفذ عملية الأمس في سلفيت، وهي يعني عملية فعليا أربكتها خصوصا في هذه المرحلة وأثارت حالة من الهلع والقلق في صفوف المستوطنات في منطقة شمال الضفة الغربية. طبعا هذا يعني إضافة إلى استنفار عدد كبير من قوات الاحتلال في تلك المنطقة التي قامت بإغلاق عدد كبير من قرى سلفيت، إضافة أيضا إلى قرى غرب رام الله المودية إلى المنطقة في محاولة لإيجاد منفذ العملية أو المنفذين الذين تتهمهم. في ساعات ليل أمس قام المستوطنون بمهاجمة سيارات ومركبات المواطنين على أكثر من مفترق قرب مدينة نابلس عند مفرق زعتر عند مفرق إتهار. أيضا في منطقة الخليل في جنوب الضفة الغربية قاموا بمهاجمة سيارات المواطنين. في منطقة جبع ما بين القدس ورام الله أيضا قاموا بمهاجمة السيارات. كان هناك دعوات من لجان التنسيق الفصائلي القوى الوطنية للشبان تحديدا في مناطق الريف من أجل التصدي لمثل هذه الهجمات وحماية منازل المواطنين وممتلكاتهم من هجمات المستوطنين التي من المتوقع أن تستمر خلال الأيام الماضية يعني أو عفوا الأيام المقبلة ضد المواطنين في محاولة للانتقام. طبعا هذه هجمات متواصلة ومستمرة ومن فيها أيضا حملة الاعتقالات التي طاولت الليلة أيضا حوالي 8 مواطنين من بينهم 4 من مدينة جنين، بالإضافة إلى بقية المدن الفلسطينية التي شهدت عمليات اعتقال. أيضا كان في مدينة رام الله مداهمة لمنزل طارق برغوث وهو محامي نادي الأسير الفلسطيني الذي تم اعتقاله قبل نحو شهر من الآن، أعادوا الليلة اقتحام منزله في مدينة رام الله. نعم، شكرا جزيلا لك يا نسرين سلمي على كل هذه المعلومات، شكرا لك. واحتفاء بعملية سلفيتا نظمت في غزة مسيرة حاشدة أكد خلالها المشاركون التفافهم حول خيار المقاومة. تقرير أحمد غانم. غزة تخرج ابتهاجا بعملية سلفيت، مسيرات حاشدة جابت شوارع شمال القطاع وسط شعارات مؤيدة للعملية وداعية الضفة الغربية إلى المزيد منها ومؤكدة أن طريق المقاومة هو الأنجع سبيلا للتحرير. أهل الضفة اليوم يؤكدون أن هذا السلاح هو السلاح الوحيد الذي يعني يجب أن يوجه إلى صدور هذا الاحتلال ويصحح البوصلة تجاه العدو الحقيقي للأمة ولشعبنا وهو العدو الصهيوني. الفصائل الفلسطينية اعتبرت العملية ردا طبيعيا على جرائم المحتل في الضفة والقدس، مؤكدة فشل القبضة الأمنية الإسرائيلية في منع شباب الضفة من القيام بدورهم المقاوم في ظل الملاحقات والاعتقالات المتواصلة. نستطيع أن نقول بالفعل أن هذه العملية البطولية أفشلت وأحبطت يعني أحد أوجه المؤامرة التي تستهدف القضية الفلسطينية. عملية ذات إبداع جديد للمقاومة الفلسطينية، أربكت حسابات الاحتلال، ضربت المنظومة الأمنية والعسكرية. جاءت هذه العملية لكي تثبت من جديد على أن المقاومة الفلسطينية بركان من لهب وأن الضفة الغربية سرعان ما تنفجر في وجه الاحتلال. جاءت عملية سلفيت اليوم ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية في توسيع المستوطنات وعلى جرائم الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة في إغلاق باب الرحمة. المتظاهرون طالبوا بحماية منفذ العملية فيما دعت الفصائل الفلسطينية إلى توافق وطني على إدارة الصراع مع الاحتلال ليدفع ثمن احتلاله وجرائمه المستمرة. الاحتفاء الكبير بالعملية الفدائية في سلفيت يؤكد التفاف الفلسطينيين حول خيار مقاومة المحتل وسياساته الاستيطانية والعدوانية، كما ويثبت الفشل الأمني الإسرائيلي في وقف العمليات رغم الملاحقة الأمنية المشددة. أحمد غانم، غزة، الميادين. اختتم في العاصمة التونسية المؤتمر 24 لاتحاد المحامين العرب، المؤتمر الذي عقد للمرة الثانية في تونس بعد 26 عاما تحت شعار المحاماة وحماية قضايا الأمة تحقيقا للعدالة، شهد مشاركة سورية لافتة وشدد على ضرورة تجريم التطبيع مع إسرائيل وتبني خيار محاربة الصهيونية. بلال مبروك. أكثر من 1000 محام عربي اجتمعوا في تونس والمناسبة المؤتمر 24 لاتحاد المحامين العرب. القضية الفلسطينية وتجريم التطبيع فضلا عن الأوضاع في سوريا واليمن والسودان أهم المحاور التي ناقشها
المؤتمرون. هذا ما ننبه إليه الشعوب العربية، ونحذر القادة من أن عملية التطبيع لن تمر بسهولة، ونحن كمحامين تونسيين وكمحامين عرب سنتصدى لها. المؤتمر شهد مشاركة تاريخية لنقابة المحامين السوريين، 170 محاميا سوريا شاركوا في أعمال المؤتمر ناقلين للعرب والعالم حقيقة المحنة التي مرت بها سوريا في مواجهة الإرهاب. أبرز رسائل الوفد السوري شددت على أن طرائع المجتمع العربي تطرح خيار التكامل العربي على عكس النظام الرسمي. الحكومات لا تمثل الشعوب، بعض الحكومات طبعا لا تمثل الشعوب، الشعوب العربية هي شعوب واحدة، شعب واحد، شعب متماسك، شعب متكامل، غير قابل للانفصال. القضية الفلسطينية كانت محورا أساسيا في المؤتمر، حيث ركزت كل المداخلات على ضرورة تجريم التطبيع مع إسرائيل، مع رفع توصية للجامعة العربية بضرورة تبني خيار محاربة الصهيونية. قبل أيام على انعقاد القمة العربية في تونس، أطلق المحامون العرب دعوات صريحة للم الشمل العربي وحلحلة الأزمات العالقة، أهداف تحتاج إلى جهد كبير في ظل انقسام الموقف الرسمي العربي. بلال مبروك، تونس، الميادين. نفى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد في بيان له نفيا قاطعا صحة ما ورد في تقارير صحفية تزعم أن القيادة العسكرية تخطط لإبقاء نحو 1000 جندي أمريكي في سوريا. البيان لفت إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطة المعلنة في شباط فبراير الماضي، وأضاف أن القيادة العسكرية ستستمر في تنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب بخفض عديد القوات الأمريكية، إضافة إلى تنفيذ خطط عسكرية مشتركة مع هيئة الأركان التركية لمعالجة مطالب تركيا على طول الحدود المشتركة مع سوريا. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أفادت بأن الجيش الأمريكي يخطط لإبقاء 1000 جندي في سوريا بعد الانسحاب منها لتنسيق مع القوات الكردية ومتابعة نشاطها في تحد منه للجانب التركي. ولفتت الصحيفة إلى أن محادثات الإدارة الأمريكية مع تركيا وحلفائها الأوروبيين والقوات الكردية فشلت في التوصل إلى اتفاق على إنشاء منطقة أمنية شمال شرق سوريا. كشفت قوات سوريا الديمقراطية أن نحو 60,000 شخص معظمهم من عائلات المسلحين جرى إجلاؤهم من الباغوس شرق سوريا منذ بدء الهجوم على المنطقة قبل أكثر من شهرين. ووفق المتحدث باسم قسد، فإن 5,000 عنصر من داعش كانوا ضمن الفارين. هذه الحصيلة طبعا من تاريخ 9 يناير كانون الثاني 2019 وحتى الوقت الحاضر. أولا، عدد عائلات الإرهابيين الذين استسلموا لقواتنا هو 29,600 شخص، ضمنهم أكثر من 5,000 إرهابي. عدد الإرهابيين الذين تم اعتقالهم في عمليات خاصة 520 إرهابي. ثالثا، عدد المدنيين الذين تم إجلاؤهم من مناطق العمليات 34,000 إرهابي، أو آسف 34,000 مدني. أربعة، عدد قتلى الإرهابيين 1,306، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى. في غضون ذلك، أكد رئيس هيئة الأركان العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري ضرورة مغادرة القوات الموجودة على نحو غير شرعي في سوريا البلاد في أسرع وقت ممكن. كلام باقري جاء في مستهل زيارة دمشق للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع نظيريه السوري والعراقي. للأسف هناك بعض الدول التي أبقت قواتها في سوريا من دون التنسيق مع حكومتها الشرعية، وسيتم التشديد خلال الاجتماع الذي سيعقد في دمشق على ضرورة أن توافق الحكومة الشرعية السورية على بقاء أي قوات في سوريا وأن يتم التنسيق معها كما حصل مع إيران. إن هذه الخروق موجودة شرق الفرات وإدلب وفي أماكن سورية أخرى، بالتالي يجب اتخاذ القرارات اللازمة مع الإصرار على ضرورة أن تغادر هذه القوات سوريا في أسرع وقت ممكن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه جرت تهيئة جميع الظروف اللازمة لعمل بعثة الأمم المتحدة على طول خط برافو. رئيس قسم الشرطة العسكرية الرئيسية في وزارة الدفاع الروسية الجنرال
أكد إنشاء 6 مراكز مراقبة منذ نهاية العام الماضي في الجولان السوري المحتل على خط برافو من جانب الشرقي، ستعمل على مراقبة وضع المنطقة المنزوعة السلاح ووقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل. في دمشق بحث وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون العملية السياسية ومسألة لجنة مناقشة الدستور. المعلم أكد خلال اللقاء أن الدستور وكل ما يتعلق به شأن سيادي سوري. بدوره أكد بيدرسون أن الحل السياسي للنزاع السوري لا يمكن أن يكون إلا سوريا. أتطلع بشدة إلى محادثات مع الحكومة هنا في سوريا. سنركز دائما على كيفية المضي قدما في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، مما يؤدي إلى عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم وتسهلها الأمم المتحدة. لقد قدمت إحاطة لمجلس الأمن في 28 من شباط فبراير الماضي، وأنا هنا لمناقشة هذه الإحاطة. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الكوليرا تعاود انتشارها في اليمن. أهلا بكم من جديد. أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا أن حكومتها اتفقت على قرارات مبدئية بشأن إصلاح قوانين الأسلحة، وذلك في عقاب الهجوم على المسجدين في مدينة كرايستشيرش. أؤكد لكم أن قوانين السلاح لدينا سوف تتغير. نحتاج إلى تقديم تأكيدات للمواطنين بأن كل ما كان يمكن فعله قمنا به. هناك طرق يمكننا من خلالها تنظيم مسألة السلاح. أشعر بالحزن الذي يشعر به جميع النيوزيلنديين، ولكن لدي وظيفة مهمة جدا لأقوم بها. أحتاج إلى التأكد من أننا نعتني بالأشخاص المتأثرين وأن لديهم رعاية ودعما مستمرين، ليس في الأيام المقبلة فقط بل في الأشهر والسنوات المقبلة أيضا. في موازاة ذلك، أعلنت الشرطة الأسترالية أنها نفذت عمليتي تفتيش في بلدتين في ولاية نيو ساوث ويلز تتعلقان بتحقيقات في الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا. ووفق الشرطة فإن هدف العملية هو الحصول على مواد قد تساعد شرطة نيوزيلندا في تحقيقها الجاري، مؤكدة أن أسرة منفذ الهجوم تتعاون مع الشرطة. أعادت مجزرة نيوزيلندا تسليط الضوء على تنامي العنصرية البيضاء التي تتغذى على مواضيع الهجرة والهوية الوطنية، وهي المواضيع نفسها التي يطرحها بزخم وحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتتجلى بوضوح ضد المهاجرين واللاجئين. فما سر هذا التناغم بين العنصرية البيضاء وما يطلق عليه اسم الظاهرة الترامبية؟ هبة محمود. الكاميرات التي التقطت صور مجرمي مجزرة نيوزيلندا أمرت بتمويه وجهه، لكن الرجل بملابسه البيضاء أوصل رسالته الأكيدة وأومأ بإشارة المعتقدين بتفوق العرق الأبيض. هؤلاء يرون أن الرجل الأبيض هو السيد على باقي الألوان في نادي الإنسانية، والباقي هو كل مختلف دينيا وعرقيا وثقافيا. يرى السفاح الأسترالي أن المسلمين الذين يشكلون أقل من 1% من سكان نيوزيلندا هم عدوه الأول، ولهذا الفكر اليميني أصدقاء في كل أنحاء العالم حتى داخل البيت الأبيض، فمن هنا تتردد أصداء سياسات معادية للمسلمين. قبل أشهر طويلة قدم أكثر من 2000 باحث نفسي عريضة أسموها الظاهرة الترامبية، وبعض ما تقوم عليه هو تحميل الفئة المستضعفة كالمهاجرين والأقليات الدينية مسؤولية تردي الأوضاع والعمل على إقصائهم، إضافة إلى الطعن بالخصوم. اعتبر الباحثون أن دونالد ترامب رفع النقاب عن وجه هذه الأعراض ولم ينشئها، فالمقلق في الولايات المتحدة ليس شخصية ترامب الجدلية وإنما تأثر جمهور واسع بها. تقول مجلة بوليتيكو الأمريكية أن هناك زيادة بنسبة 182% في حوادث الدعاية العنصرية في عام 2018 في الولايات المتحدة، فيما كشف مركز الفقر الجنوبي القانوني ارتفاعا بنسبة 30% في عدد جماعات الكراهية، وأغلبها تنتمي إلى الفئة المؤمنة بتفوق الجنس الأبيض، بما فيها جماعات النازيين الجدد وحليقي الرؤوس والكونفدراليين الجدد
وطبعا منظمة كوكلاكس كلان، الجماعة العنصرية المتطرفة التي برزت بعد الحرب الأهلية الأمريكية والتي نفذت هجمات دامية ضد السود والمتعاطفين معهم على مدى عقود طويلة. هذا يتطابق مع الفكر النازي الذي آمن وروج لتفوق العرق الآري حتى بين البيض. الخطاب العنصري والكراهية للمسلمين بات أمرا معتادا لدى ساسة غربيين، لا بل إن اليمين المتطرف الأوروبي ينتعش وفق نتائج الانتخابات. هذا اليمين يقدم الظهير السياسي والإعلامي لعنصريين بيض، هم إلى الآن يعتبرون ذئابا منفردة، ولكنهم مستعدون للجوء إلى القتل والإرهاب. إلى اليمن، حيث تم رصد أكثر من 3600 حالة إصابة بوباء الكوليرا في تعز وفق ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر حكومي. ووفق المصدر فإن الوباء أدى إلى وفاة 8 أشخاص منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن مركز المحافظة سجل العدد الأكبر من حيث انتشار الوباء، لافتا إلى وجود مخاوف لدى السلطات المحلية في تعز من تزايد انتشار الوباء إذا لم يتم العمل للحد من تفشيه. اتهمت حركة أنصار الله السعودية بمنع حكومة هادي من تنفيذ أي عملية تبادل أسرى عبر وسطات محلية. رئيس لجنة شؤون الأسرى في الحركة عبد القادر المرتضى أكد في بيان عبر فيسبوك أن هذا يؤشر بشكل واضح على إهمالهم لأسراهم، ودليل على أن قوات هادي مسلوبة القرار ومنقادة لضباط سعوديين وإماراتيين. بعد لقاء رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة مايكل لويسغارد، أكد رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي وجود تفاهم كبير بين الطرفين. التهديدات الأمريكية والتهديدات البريطانية هي ليست جديدة علينا، لأنهم أصلا يمارسونه فعليا. العدوان علينا هي هناك شراكة حقيقية فعلية في الميدان من قبل أمريكا وبريطانيا، وهذه لا تهمنا على الإطلاق. ما يهمنا هو فقط الوضع المعيشي لأبناء الشعب اليمني، ما يهمنا أيضا سوء الأوضاع المتردية التي وصلت إلى المجاعة. نقول من خلال هذه التهديدات هم يريدون تكرار المعركة من جديد، ونحن نحملهم مسؤولية الوضع الإنساني، ونحملهم أيضا مسؤولية عواقب المعركة الجديدة. أعلنت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء اعتقال أحد أخطر عناصر تنظيم القاعدة في محافظة تعز، ماجد فرحان. فرحان كان مسؤولا عن الاستقطاب وتجنيد من مصلحة التنظيم، وقد اعترف بأن حزب الإصلاح يعمل بالتنسيق مع القاعدة وأنه شريك له في العمليات ضد الجيش واللجان الشعبية. يتم التنسيق في جميع القاعدة من كل الفصائل، من كل تمام التوجهات، ويتم الهجوم في يوم واحد في وقت واحد مع الكل، مثلا السلفيين، الإصلاح، غيرهم من كتاب حسب التنظيم كذلك. إذا في هجمة الكل ينسق تنسيق واحد ويتم الهجوم في الجبهات. بدأ رئيس الوزراء الجزائري المكلف نور الدين بدوي مشاورات مع نائبه رمضان العمامرة بهدف تأليف حكومة جديدة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر مطلع أن الحكومة ستضم كفاءات بصرف النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى أحزاب سياسية أو كانوا مستقلين، وأنها ستعكس التركيبة السكانية للمجتمع الجزائري. بدوره قال رئيس حزب طلاء الحريات علي بن فليس أن الحركة الشعبي يريد ذهاب النظام الفاسد، مؤكدا أن تحذيرات من أن ذهابه مرهون بعودة الإرهاب مجرد تخويف لا أساس له. احنا بغينا إسقاط نظام سياسي فاسد، ولكن الدولة نحافظوا عليها. أنا ما نقدرش نسمع الواحد اللي يحب يكسر الدولة. الدولة وبنوها الرجال وماتوا عليها الشهداء، وتعذبوا عليها المجاهدين، وتعذبوا عليها المقاومين الأبطال والأحرار. يخربوا المالية تاع الجزائر ومسوا الشعب تاع الجزائري، لازم يبعدوا من المسؤولية. بدون هذا ما يتفتحش الحوار وما يقدر. دعا المرصد المغربي لمناهضة التطبيع هيئة الاتصال السمعي البصري في المغرب إلى التدخل الفوري بعدما أقدمت قناة مدي واحد على وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب. كما طالب المرصد البرلمان المغربي بمساءلة الحكومة بشأن أسباب هذا التسيب في بعض وسائل الإعلام المغربية.
الصين وروسيا تسحقان الولايات المتحدة عسكريا خلاصة دراسة لمؤسسة راند الأمريكية المتعاقدة مع البنتاغون بشأن سيناريوهات الحرب. فاطمة قاسم. أهلا بكم. أمريكا ستخسر في حال اندلاع حرب عالمية ثالثة. أمريكا تفقد قوتها أمام روسيا والصين. تحذير يأتي خلاصة لدراسة لمؤسسة راند الأمريكية المتعاقدة مع البنتاغون، قدمت نتائج سيناريوهات متعددة لمحاكاة حرب لاختبار مدى قدرة القوات والأسلحة الأمريكية على المواجهة لتنتهي إلى تكبدها خسائر فادحة، على الرغم من تجاوز إنفاقاتها العسكرية 700 مليار دولار سنوياً. روسيا والصين هزمتا القوات الزرقاء في المحاكاة التي شملت جميع أشكال المعارك البرية والبحرية والجوية والفضائية والإلكترونية وكل أسلحة طائرات درونز. الدراسة تنبه إلى تراجع تدريجي لهيبة واشنطن العسكرية والاستخبارية أمام بكين وموسكو اللتين عززتا قوتهما في مجالات الحرب الإلكترونية وفي التجسس والتصدي للأقمار الاصطناعية والصواريخ المجنحة المضادة للسفن والصواريخ البالستية للحيلولة دون تمدد القوات العسكرية الأمريكية في منطقتي المحيط الهادي وأوروبا، قالها رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد. روبرت وورك نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق والخبير في محاكاة الحروب شرح تدني القدرات الجوية الأمريكية قائلا إن المقاتلات من طراز F-35 الأكثر تطورا معرضة لخطر التدمير في مرابضها عندما تستهدفها القوات المعادية، وأعطى مثلا لو وقعت حرب بالقرب من دول البلطيق فسيكون بوسع القوات الروسية الوصول إلى عواصم تلك الدول في غضون 48 إلى 72 ساعة. وفي ضوء هذه الدراسة تأتي الميزانية المقدمة للكونغرس بمشروع ميزانية ضخمة للعام المالي، تضمنت زيادة في الإنفاق العسكري مع تخفيضات حادة غير مسبوقة في بعض البرامج، في وقت وصلت فيه معدلات العجز المالي إلى 22 تريليون ونصف تريليون دولار للسنة الحالية، بارتفاع قدره 3 تريليونات إضافية بعد تسلم الرئيس ترامب مهام منصبه. ومع حلول عام 2028 سيبلغ المعدل العام للعجز 34 تريليون دولار، أي ما نسبته 914 مليار دولار سنويا، وهي كلفة خدمة الدين العام وحده. فاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد. أعلنت نائبة رئيس الجمهورية الفنزويلية ديلسي رودريغيز أن مادورو بصدد إعادة هيكلة عميقة لأساليب الحكومة ولطرق عملها. وفي تغريدة على تويتر أعلنت أن الرئيس مادورو طلب من جميع الوزراء الأعضاء في الحكومة التنفيذية وضع حقائبهم بالتصرف لزوم إجراء إعادة الهيكلة من أجل حماية وطني بوليفار وتشافيز من أي تهديد. متقدما حشود المتظاهرين في شوارع كاراكاس، يرفع صورة الرئيس الراحل هوغو تشافيز، يؤكد ومعه مئات الآلاف التمسك بالوطن البوليفاري، ويوجه رسالة للعالم أجمع بأن فنزويلا ليست وحدها في مواجهة المكائد والمحاولات الانقلابية، بل يسير على دربها الثوري شعب بأكمله. سننتصر على الهجمات الفاشية كما انتصرنا على هجمات قطع التيار الكهربائي والمياه. لن نستسلم للإمبريالية، وحكومتنا تقودها الإرادة الشعبية. كل دقيقة سلام تمر فيها فنزويلا هي انتصار لها، وهزيمة للإمبريالية الأمريكية التي تسعى إلى إشعال الفتن بيننا. رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية ديوسدادو كابيلو دعا الفنزويليين إلى حماية البنى التحتية في البلاد لمنع وقوع هجمات جديدة عليها، متهما أمريكا بالوقوف خلف ما حدث. هذا التأييد الشعبي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قابلته مسيرة لأنصار رئيس البرلمان خوان غوايدو في بعض مناطق العاصمة. ومن داخل فنزويلا إلى حدودها، جنود وضباط منشقون خانوا وطنهم، عددهم لم يتجاوز 200 ضابط وجندي، رقم صغير جدا مقارنة بأرقام مبالغ فيها طبلت وهللت لها وسائل إعلام غربية. فهؤلاء يعترفون الآن بأنهم غرر بهم وتعرضوا للإذلال في كولومبيا.
الأصوات المؤيدة لمادورو وصل صداها إلى البيت الأبيض. تظاهرة حاشدة شهدتها واشنطن نددت بسياسة إدارة ترامب تجاه فنزويلا، حيث أعلن المتظاهرون رفضهم القاطع لأي عمل عسكري أمريكي، رافعين لافتات كتب عليها ارفعوا أيديكم عن فنزويلا. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزارة النقل الأمريكية تحقق في موافقة إدارة الطيران الاتحادي على طائرات بوينغ من طراز 737 ماكس. وأضافت الصحيفة أن تحقيق وزارة النقل بدأ في أعقاب حادثة طائرة شركة ليون إير في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول حكومي أن التحقيق يركز على نظام منع التوقف المفاجئ. بعدما خرج سعيا لطلب رزقه عاد كفيفا ومصابا بعشرات الرصاصات المطاطية. الصياد خضر الصعيدي سلب الاحتلال عينيه ومصدر رزقه في صفحة جديدة من سجل الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. أحمد شلتان. هكذا وجد الصياد خضر الصعيدي نفسه بعد نجاته من اعتداء الاحتلال عليه. عشرات الرصاصات المطاطية اخترقت جسده فأفقدته البصر وأجبرته على أن يصبح طريح الفراش لا يقوى على الحراك. يعني احنا مش خشين، يعني الممنوع انه يعني اللي يهجم علينا. حاولت شردت منهم شوية، صار يطخ علي وخزقوني مطاط. يا ريت دورنا انهدت وحالنا راح، ولا عينه راحت ولا بطل يشوف. احنا نطلب من كل اي بلد عربيه ومسلمه وبتوحد الله وبتقول لا اله الا الله انها ساعد خضر. الاحتلال لم يكتفي بالاعتداء على خضر وافقاده بصره، فقد صادر ايضا مركبه وشباك صيده ليصبح هذا الصياد اليوم كفيفا وبلا مصدر دخل أيضا. من يخوض غمار البحر في غزة سعيا إلى طلب رزقه بات في خطر قد يكلفه حياته. والصياد خضر الصعيدي واحد من مئات جعل الاحتلال حياتهم سوداء حالكة. فنحو 4000 غزاوي يعملون في مهنة الصيد يعانون الأمرين بفعل اعتداءات الاحتلال، حيث استشهد عدد منهم واعتقل العشرات على مدار الأعوام الماضية. هذا العام لما يقارب من 15 قارب وما يزيد عن 30 صياد. في العام الماضي يزيد العدد عن ذلك، حوالي 37 قارب و100 صياد تم اعتقالهم. معظمهم يتم إرجاعهم، وهذا دليل قاطع أنه لا توجد أي مشاكل أمنية لدى هؤلاء الصيادين. ويلجأ الاحتلال بين الفينة والأخرى إلى تقليص مساحة الصيد لتشديد معاناة الغزاويين، ما يضع الصيادين في خطر محدق كلما شقت مراكبهم طريقها سعيا نحو رزقهم. أحمد شلدان، غزة، الميادين. ينشئ فنان باكستاني الألاف من الوجوه بالطين ليقدم فنا مميزا وموهبة فريدة. باكر يونس. لا يتخلف شهمدار عن أعماله الفنية التي يحفظها هنا بطريقة خفية عن أعين أهل قريته الذين يرون في أعماله خروجا عن المألوف، ولا سيما أنه يقوم بتشكيل وجوه من الطين لشخصيات تاريخية، موهبة كان قد اكتشفها في نفسه عام 1970 أثناء عمله في بناء سد تربيلا الذي كان أحد بنائيه. لقد اشتهرت هنا بصنع وجوه من الطين، وطلب مني أن أشارك في بعض المعارض، ولكن أهالي قريتي رفضوا عملي ونبذوه. ورغم ذلك حافظت على أعمالي بصعوبة وأعطيها لمن يرغب فيها، ولكني لم أتركها لأنها حياتي وحبي. محمد علي جناح، مؤسس باكستان، والمغنية الباكستانية المشهورة نور جهان، وجوه ضمن أعمال شهمدار التي باتت علامة على نجاحه برغم إمكانات ضئيلة لا تتعدى يديه وإبرة لتشكيل الطين. إنني أفتخر بأعمال الفنان شهمدار مع أن أهالي قريته يرفضون فنه ويعتبرونه معيبا، ولكننا جيل جديد ونرى فيه فنانا موهوبا ومبدعا.
يناهز عمر شهمدار 80، لكنه لا يكل عن تشكيل الوجوه يوميا، فهو يرى حياته في أعماله الفنية، وهي بحسب قوله ما يعطيه قوة تفوق العراقيل التي يواجهها ويصله إلى آفاق وأبعاد عالمية. الفن لا يحتاج مكانا محددا ولا تعوقه قلة الإمكانات، هي فلسفة اعتمدها الفنان التشكيلي شهمدار في صنع مئات الوجوه لشخصيات هامة وبارزة، آخرها وجهي أنا. بكر يونس، صوابي، الميادين. شاركت 12 دولة من بينها مصر وسوريا وألمانيا في معرض إن ترانزيت في بيروت، المعرض الذي أبرز أعمال 37 فنانا تعكس معاناة النزوح وطلب اللجوء من خلال الفنون البصرية والرسوم الكاريكاتورية. المعرض يقدم بشكل مبسط المشكلات والمصاعب التي تواجه اللاجئين خلال محاولاتهم الوصول إلى الأماكن الآمنة أو في المناطق التي يصلون إليها في حال تمكنوا من النجاة، وما يتعرضون له من معاملة عنصرية والتجاهل. مئات الأعمال الفنية التي تنقل بصرياً قصص النزوح واللجوء في أشكالها كافة، يظهر أحدها لاجئين يرتدون سترات نجاة برتقالية اللون بجانب صورة بعنوان لجوء للأبد، بينما تحاول رسومات أخرى التركيز على فقدان مقومات الحياة والحرمان من التعليم والتوظيف. وفي رسوم لفنان أجنبي نعثر على حالات للاجئين في مخيمات يحتشد فيها الأطفال والنساء والرجال. اللوحات المعروضة خلاصة عمل طويل قام به عشرات الفنانين بحثا عن نقل معاناة النازحين توثيقا لما عاشوه وما تعرضوا له من ألوان التمييز. إلى العناوين مجددا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عائلة منفذ عملية سلفيت وتواصل البحث عنه، وفصائل المقاومة في غزة تشيد بالعملية. وول ستريت جورنال تتحدث عن خطط أمريكية لإبقاء 1000 جندي في سوريا ودانفورد ينفي. ورؤساء أركان جيوش سوريا والعراق وإيران يبحثون في دمشق مكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي. الحكومة النيوزيلندية تتفق على قرارات مبدئية بشأن إصلاح قوانين الأسلحة بعد الهجوم على المسجدين. للمزيد من الأخبار وتقارير زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، ولمتابعينا باللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.